وايه اللي انا فول بالزيت؟ لا فول بالسمنه، انا فول بالزيت لا فول بالسمنه. طب الطبل عند الجحش يالا ولا ايه؟ اللي جاب الطبله في القدره في الفول، انا مش قادر افهمك. عايز اشوف هتعمل ايه لما بقى في قدامك مطرب بحق وحقيقي. الليله دي هتشوف يالا. قطع لسانك. ايه؟ قطع لسانك يا باهر. بتغلط في صاحبي وانا واقف يا سافل؟ صاحبي صديق عمري؟ هو عشان بنهزر مع بعض تخش انت خلاص يعني؟ ايوه كده يا اخي. قول له مزوح هتعمل ايه لما قدامك مطرب بحق وحقيقي؟ ايوه ارجع لحضن الصداقه يا جمال. ان شاء الله هتعمل عمايل فظيعه. ده العشم يا ميمي. ان شاء الله اول ما هتغني يا رب كل المعازيم يا رب بالزبازب على دماغ اهلك. ان شاء الله ان شاء الله بالزبازب على دماغ اهلك يا حلقولو. ان شاء الله ان شاء الله بالزبازب. شبه القطه اللي لسه مولوده. بص والنبي عامل ازاي. ان شاء الله بالزبازب على دماغ اهلك يا حلقولو. ان شاء الله زي ما يكون بيطلع في برنامج عالم الحيوان. اه والله موطنه الاصلي اسيا. ان شاء الله بالزبازب على دماغ امك يا حلقولو. ان شاء الله. وايه ده انت بتطلع ايه ده؟ حاجه غريبه قوي. ان شاء الله. لا لا وايه ده تطلع لك دوالي ولا ايه؟ ايه ده؟ اخرس يا زامل دي زنطة عشان تحطها في الشنطة ورا. ايه اللي غلط؟ عايز اشوف هتعمل ايه يا تافه. هتشوف ان شاء الله. الضفدع اشتغل تاني اهو. والله شبه عدة التليفون. ان شاء الله الزبيزي بقى. بسمع ان شاء الله الزبيزي بقى دماغك يا حلو. انا شكلي كده. انت لو تشوف وشك في المرايه تبطل تمثيل وعهد الله. الله يا الله يا الله. اشخط اشخط يلا اشخط فيهم. اشخط اشخط دول اللي بياكلوا اهلك عيش. اشخط. ايوه بحنيه كده. لا انا مش قصدي والله بس لو سمحتوا ممكن. الله يخليك اخويا مذاكر يا الله. ممكن ازوف شغلي؟ زوف زوف زوف. خلص فيها 20 دقيقة.